تكلمنا عن انه القاعده الجماهيريه اللي اصبحت موجوده فيها بين انه هو كتراث اصبح الان انتشاره كبير جدا وسط الشباب. اولا انا بحيي كل فناني البلادي وبالاخص يعني فناني الرباب زي ما بقول. طبعا لا لا هو الشعر ده كله ممكن يتغنى يعني طالما موزون وفيه غافيه ممكن يتلحن سواء كان دو بيت او نصو، لكن دائما بيكون طريقه الاغاني المغنيه. انا يمكن عندي كميه كبيره من الاغاني اتغنت بتكون طريقتها مختلفه يعني ما بنفس الوزن بتاعت الدو بيت. مثلا عندك انا تحيه لاخونا الفنان هاشم مدربوه، يمكن اذا عملت معاه كثير. تحيه لاخونا الفنان طه قمر، تحيه لكل الفنانين، اخونا الفنان سليمان البطحاني شاعر والفنان. مثلا اديك نموذج مثلا زي كان بتردني يا بسام، انا الريد البريد اشتر وكان مشتاق، وحاد عينيك انا اتحداك وبالاكتر، وحادك يا جن الباباي بحسك فرحه في جواي، بحس بالراحه وانت معاي ولما تمشي بتوتر، وكان بتردني يا بسام، انا الريد البريد اشتر وكان مشتاق، وحاد عينيك انا اتحداك وبالاكتر، وحادك يا صباح العيد غرامك كل ثانيه بزيد، حبيبي القسمة كان بالليدة كان بيعبل فاز عنتر وكان بترني يا بسام، نبيع الدنيا شان قربك نفضي الموتنا في حربك، وما بنرجع نسيب دربك ولا بنكل ولا بنفتر، وكان بترني يا بسام، وانا الريد البريد اشتر وكان مشتاق، وحاد عينيك انا اتحداك وبالاكتر. ده طبعا من واحدة من الاغاني غنى بها اخونا الفنان هاشم مدربوب. ما في اختلافات؟ لا الاختلاف في الوزن يعني، بس في هسه مثلا عندك الاغنية القديمة دي وكير الدامر كان كلها يعني جاية غنوة مربعات نفسي كلامنا ده، لكن اتلحنت واتغنت حتى كانت مشتركة يعني من كم شاعر، أي شاعر جايب منها. فطالما الكلام موزون ومغفى بيتلحن، لكن الطريقة دائما في الأغاني بتكون بس مختلفة يعني، فالسلم والجرس الموسيقي كل ما اختلف كل ما ساعد في اللحن. جميل.